مساء الخير. منبلش نحس اعتبارا من بكره بعد الظهر بالتقلبات بالطقس. الحراره بتوطى بكل لبنان وبيتحول طقسنا الخريفي بين الاحد والثلاثه بسبب منخفض جوي فوق البحر الاسود. تفاصيل اكثر عن طقس السبت. الهواء جنوبي غربي بيقوى اوقات بالجنوب وبالبقاع والرطوبه 60%. بالنهار الحراره ضمن معدلاتها بمختلف المناطق 29 ببيروت، 29 كمان بتعنايل و26 درجة ببريح. بالليل في سقعة تحديدا على الجبال والحرارة بتسجل 14 بفيترون، 20 بدير القمر و21 درجة بصيدا. بالعاصمة وعلى الساحل موج البحر بيوصل للمتر، الرطوبة عالية واليو في اندكس مرتفع. على الجبال معدل الحرارة بيتراوح بين 16 وال 26 درجة، الرطوبة منخفضة والخطيطة قوية. نظرة على أحوال الطقس من السبت للثلاثة. سبت والأحد الحرارة 29 درجة، الخطيطة كثيفة والهواء بيقوى أوقات وفي احتمال تشتي بشكل متفرق بالمناطق الجنوبية. تنين والثلاثة الحرارة بتوطى أكثر لتصير تحت معدلاتها بثلاث درجات، احتمال الشتي الخفيف بالجنوب بيبقى وارد والخطيطة كثيفة. هذه كانت أحوالنا الجوية. تصبحوا على خير.